لحظة لو سمحت. ده من امتى ده؟ اسفين، ده سيستم استاذ سعيد هو اللي عامله. والله؟ بعد اذنك. مش لو سمحت مع الاستاذ. اتفضل. اتفضل فين. اهلا. اهلا 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 يا ايد النور. اهلا بشريكي ونسيبي. ازيك يا ابو حميد؟ اتفضل. الحمد لله. اتفضل. ايه يا عم ليك وحشه؟ الله. ايه طمني بقى يا عريس، ايه اخبار الجواز؟ الحمد لله. بس هو اكيد انت مش جايبني هنا عشان خاطر موضوع الجواز. لا طبعا. بس تعرف ايه اللي احلى من الجواز يا احمد؟ ايه بقى؟ الطلاق. بس طبعا مش في حالتكم، انت بتحب ناديه. ما تخش في الموضوع على طول. قول ان انت جايبني هنا عشان موضوع السندات. سندات؟ سندات ايه؟ اه صحيح، انت طلقت هالة، بس انت دلوقتي مع جميلة، واكيد هي بلغتك. وبعدين والله ده مش محتاجة تبلغك، انت ما شاء الله عيونك مرطرطة في كل حتة في عالم فضل الخولي، فاكيد الخبر وصلك. بس توضيح بسيط يا ابو حميد، ان موضوع السندات بالنسبة لي مش خبر، موضوع السندات هو الشراكة اللي بيننا. ولا شكلك نسيت ولا ايه؟ شراكة. شراكة ايه؟ معلش معلش يا سعيد بيه، بس عشان الذاكرة، نسيت ايه؟ اه انت نسيت ان انا اللي قلت لك على موضوع السندات، ان انا اللي قلت لك لما تروح دبي هتعمل ايه؟ يا سعيد بيه، والله العظيم الواحد من غيرك ما كانش عارف هيعمل ايه في حياته خالص. اه بص يا حبيبي، بص يا حمادة، انت اصغر بكتير من انك تلعب مع سعيد الاسيوطي. بس انا بصراحه مش فاهم، هو انت بجد كنت متخيل ان انا ممكن اخون عمي او حتى احط ايدي في ايدك؟ طب بلاش، لو فرضنا ان انا كنت ممكن اعمل ده وانا عريس مرفوض لناديه بقى في ذمتك، تفتكر ممكن اعمل ده دلوقتي؟ واضح يا ابو حميد انك بتاذي نفسك ومش عارف بتعمل ايه. بص انت تاخد مع نفسك هدنه كده وتفكر، عشان بعدها تجيني نكشف ورقنا ونلعب مع بعض. خليك فاكر ان اللعب معايا مفيد جدا، القرش ب10، يعني ال 3 مليار هيبقوا 30 مليار. على فكره يا سعيد بيه، اوعى تفتكر ان كل الناس زيك، ولا كل الناس بتعض الايد اللي اتمدت لها، ومفيش هدنه. وعلى فكره مفيش ورق هيتكشف، مفيش غير كلمة واحدة بس، حاول تشل من دماغك.